الطيبة. فخطب ابنته لأخيه زبة هذه السيدة الطاهرة فاطمة إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليها. بعد العقد وبعد كذا دخل عليها أمير المؤمنين فنظر وإذا بها ما شاء الله جميلة، جمالها جمال بارع، فأراد أن يختبر باطنها، هل باطنها جميل كظاهرها؟ شلون يختبرها؟ فقال: يا فاطمة سلي حاجتك. شنو حاجتك؟ تطلب فلوس؟ تطلب ذهب؟ تطلب ملابس حلوة؟ ما طلبت لا فلوس ولا ملابس ولا مجوهرات. قالت: حاجتي يا أمير المؤمنين أن تغير اسمي، بعد لا تناديني فاطمة. قال: لماذا؟ ليش فاطمة مو اسم حلو؟ قالت: بلى، ولكن الحسن والحسين وزينبا وأم كلثوم أمهم فاطمة، فإذا ناديتني باسمي فاطمة ذكروا أمهم وانكسرت قلوبهم. أنا وصيفة، أنا خدامة لأولاد فاطمة، ما أريد أن تخسر بذلك قلوب أولادها. الله، وأعجب أمير المؤمنين بوفائها، هاي الوفاء، هذا الجمال أكثر من جمال الظاهر. فسماها تلك الليلة بأم البنين، أم البنين، وما أسمى كرامتها لدى النفوس، وما أحلى اسمها بفمي، غذتك من لبن طابت عناصره، فأنجبتك كميا فوق كل كمي. الشاعر يخاطب أبا الفضل يقول: يا عباس يا عباس، ليلة الأعصاب بعد اش تنتظر؟ يا عباس الزاد لك حدايا ينتهى، ما جزاك وما عليك حايا يا أدرها، حسب ذيك الشوس بين يديك مها، ليتها ورمحك رتع بحشاها. يا عباس من يوم لأمك ويا لدتك، يا عباس من يوم لأمك والدتك، طبعتك على الحرب وهي ربتك، من تداياها العواسل رايا ضعتك، شلون أوصفك بالحرب يا رباها. يا عضيد حسين يا ذخرة من أبوه، يا أخو مثلك وفي صار ويخو، من عقب عينك عداك استوحدوه، ظهره وضلوعه عليك احناها. يذكر السيد المقرم رحمه الله في كتابه العباس، يقول: يوم ولادة العباس بشروا أمير المؤمنين سلام الله عليه، اجى للبيت شاف هذا المولود، سبحان الله، المولود أول يوم أول ساعة ما يبين جماله، لكن أبو الفضل أول يوم أول ساعة من ولادته وجهه كان يسطع نورا، شاف هذا الطفل ينتقل من يد إلى يد، نساء رسول بنات رسول الله، نساء بني هاشم، كل واحدة تأخذ هذا الطفل تنظر شلون جمال. وسمينه من أول يوم بخبر بني هاشم. أمير المؤمنين سلم والطفل بيده، أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. الأم النفسة قاعدة وتنظر تشوف أمير المؤمنين شقد يفرح بهالولد، حتى تعبر عن سعادتها. شافت أمير المؤمنين عمل عجيب، مد يده وأخرج طفل، يد الطفل من القباط، جعل ينظر إلى يديه ويبكي ودموعه تجري. الله، صدمة كانت على قلب الأم، صاحت: يا أمير المؤمنين، أترى في يدي ولدي عيبا؟ شبيها؟ قال: يا أم البنين،
إنك لا تعلمين ماذا سيجري على هاتين اليدين، إنهما تقطعان في سبيل الماء. يوم ولادت أبو يبكي، أمة تبكي، مجلس تعزية صار ذاك اليوم. إذا كان يوم ولادة العباس يوم الفرح صار مجلس تعزية، إحنا ليلة 7 محرم شلون؟ وإحنا بمحضر أخيه الحسين. الشاعر يقول: يمينا يمينا، يعني قسما، يمينا يمينا بيمناه القطيعة، يمينا بيمناه القطيعة والتي تسمى شمالا، يمينا بيمناه القطيعة والتي تسمى شمالا وهي جامعة الشمل. إذا كان ساق الناس في الحشر حيدر، فساقي عطاش كربلاء أبو الفضل. الله أكبر. يقول له الحسين لما جاء يطلب الإذن بالقتال، قال: أخي أبا الفضل، أنت صاحب لوائي وأنت العلامة من عسكري، فإذا قتلت آل جمعنا إلى الشتات، وانبعثت عمارتنا إلى الخراب. قال: أخي أبا عبد الله، أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال الراسية لرجح، وأما أنا فقد ضاق صدري، وأريد أن آخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. علم الحسين أن العباس لو يأذن له أخوه بالقتال يعني راح يغلب المعادلة، راح يدمر الجيش كله. بطل بطل تورث عن أبيه شجاعة منها أنوف بني الضلالة ترغم. ويقول أيضا قسما بصارمه الصقيل: وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرهفات، حسمت يديه المرهفات، وإنه من حدهن لأحسم. على كل حال الحسين لم يأذن له إذنا مطلقا بالقتال إلا بمقدار ما قال: إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال يسيرا من الماء. ضرب 4000 حارس حماية ضد الحسين دون الماء، ضربهم وشتتهم ودخل المشرع وهو عطشان بأبي وأمي وفرسه عطشان. مد يده إلى الماء ليشرب شربة من الماء، ذكر عطش الحسين وأطفال الحسين. هالليلة 7 بعد عندك حاجة، باب الحوائج، باب الحوائج. أنا من الناس إخواني، ابني سيد حسن عيونه عمت اثنينات الردة أبو الفضل على ولدي سيد حسن، عيون اثنينهن عمن أبو الفضل هو الذي رد عينه عليه، والآن ما شاء الله عيونه تمام. اللي عنده حاجة هذه الليلة يتوسل بباب الحوائج. وانت قاعد هنا، هذا البطل هذا الشريف هذا الوفي دخل المشرع، خاض الماي بس هيا سب برده. أريدك تصرخ هاي الحيطان تريدك، أريدك تهزها. خاض الماي بس هيا سب برده، ترى الشفة يروي عطش.